دكتور هبة الصباحي، الخبير التربوي وعضو لجنة المرأة في لجنة الشراكة الأورو متوسطية. أهلا بك يا دكتور هبة. أهلا يا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. أهلا بيكي خالص دكتور هبة. بالنسبة للتوجيه الأخير اللي بتكلم فيه وزارة التربية والتعليم بشأن مسألة الدمج بتاع التعليم حول أو تعليم مناهج تتعلق بالعنف الجسدي، مفاهيم التربية الجنسية، التحرش إلى آخره، رأيك إيه في إنه ده يدمج ضمن مناهج التعليم الأساسي؟ طبعا دي بشارة خير وسياسة جميلة من الدكتور رضا حجازي، وأنا سعيدة جدا جدا بتناول معاليه هذا الموضوع، ولكن عندي بعض التحفظات خوفا مما سبق. يمكن قدام حضرتك كنت مرة استضفتني وقلت لك حلو الفكرة، لكن أهم حاجة التنسيق في التطبيق والتنفيذ يا فندم. أنت جبت لي عربية حلوة جدا، هو ده المنهج. طيب يبقى محتاجين نعلم السواقة وندي رخصة. كيفية تنفيذ هذا الموضوع دي قضية أمن قومي. لازم نتكاتف كلنا إن إحنا ناخد بالنا إن الغزو لأولادنا مش لبلادنا. فالموضوع ده محتاج إدارة جيدة فعلاً. عن يعني خبرة في مجال التربية والتعليم ودخول لمدارس كتير ومبادرات وتكوين فريق اللي أنا عاملاه يكون فريق رؤية لزرع القيم والمبادئ. احنا محتاجين نشتغل على تطوير المعلم في ثلاث تخصصات، الاخصائيه الاجتماعيه والمدرسين المختصين بالصحافه واساتذه الانشطه في المكتبه. دول لازم يحصل لهم تطوير في كيفيه تنفيذ هذا الفكر، ويحصل مسابقات لكل المحافظات عن كيفية التعبير عن هذا الفكر بطريقة مبتكرة إبداعية، وسيادة الوزير هو اللي يقيم المعلم المثالي ويدي جوائز ومكافآت، ويدعم المعلم مش ماليا يا فندم، يدعم معنويا، لأنه هو دلوقتي جندي في حماية هذه الفكرة. بس أنا يا دكتورة هنا بتكلم على آلاف المعلمين اللي ممكن يكون منوط بيهم تدريس هذه المناهج أو هذه المفاهيم، فهل الوزير هيقعد يختبر معلم من ضمن آلاف المعلمين؟ يعني أنا من الناس اللي تشوف إحنا ما بنخترعش العجلة قوي، يعني المناهج دي والمفاهيم دي موجودة في كتب مدرسية لنفس ذات المرحلة العمرية والتعليمية في بلاد برة بقالها أكتر من 10 و15 سنة. أنا في تصوري، وصححيني لو أنا غلطان، مجرد تصور متواضع، نجيب المناهج دي ونبص عليها ونشوف ما يصلح للتمصير، بمعنى ما يصلح للأعراف والتقاليد المصرية، وندرب مدرسينا عليه بس. يعني انا مش عاوز اروح جاي افتكس فتهرب مني. ما الافتكاس ده ما فادناش في حاجه يا استاذ يوسف. الافتكاس ده ضيع مجهود دوله وضيع مصاريف، فاحنا عايزين نتصرف على قد امكانيات اللي عندي. كويس. البيئه المحيطه، يعني انا دلوقتي لما اجي انفذ فكره زي دي في الصعيد، زي ما نفذها في القاهره، زي ما نفذها في الساحل، في اسكندريه، لا، كل بيئه محيطه ليها طريقه في التنفيذ. ودي اللي نفسي معالي الوزير، انا اتمنى مقابلته سريعا. كل منطقه محتاجه نشره معينه، محتاجه فكر معين. انا اداره الصعيد مش زي اداره التربيه والتعليم في اسكندريه، لان في تقاليد واعراف، ومش هينفع اتكلم في الموضوع ده في الصعيد بطريقه معينه، زي ما اتكلم في القاهره بانفتاح. لازم يكون في التجربه عملناها ازاي في الصعيد، التجربه عملناها ازاي في اسكندريه، ويحصل مش منافسه، يحصل زي حوار، زي ما دلوقتي بتدار البلاد في حوار وطني شيك، ازاي نطور من فكرنا معبر راينا، كمان اولادنا يحصل بقى اللي هيعرفني ان في تطبيق كلام يليق بيه، ان الطالب نفسه هو اللي مطلع منتج ارشادي للتحذير من خطوره هذه المفاهيم. يبقى هو بقى زي ما كان زمان عندنا الصحافه والنشرات والاذاعه المدرسيه. ومهم انا دلوقتي لما اجي اقول ما ينفعش مثلا ادمان، ابقى معرفه ابني خطر الادمان،
لابد من دخول الناحية الصحية، الأمراض اللي بتيجي من المثلية إيه؟ الأمراض الفكرية إيه؟ طيب افرض بقى وأنا بعمل كل الوعي ده، ظهر لي ولد مثلي، ظهر لي ولد بيحب العنف، هل ده أهمله ويبقى منهوج ويبقى بيحاربه ولا عالجه بقى ابتدي عالج؟ لا، لازم هتعامل مع الموقف وعالجه بالتأكيد ورجعه على الطريق السليم. هو ده بقى، ما احنا هنا هيبان لي المعلم اللي فعلا ماهر ومبتكر ومبدع، هيبان لي الطالب اللي هيبقى خايف على عاطفته. وبرضه هقول لحضرتك حاجه، الازهر والكنيسه احنا عندنا حاجات جميله قوي ممكن يعني ندوات دائما بتتعمل داخل المدارس اسبوعيه شهريه من الازهر والكنيسه، لان هو هيخاف من ربنا ان هو يزعل، لان هو هيخاف على جسمه ان هو يلوثه، ان هو هيخاف على بلده ان هو ما ينفعهاش. موضوع كبير موضوع امن قومي. أنا أتفق معاك إنه موضوع كبير ومهم ويجب التعامل معاه بمنتهى الدقة والحذر، لكنها خطوة أنا أشوفها خطوة جيدة، أهم حاجة وإحنا بنصيغ تفاصيل التنفيذ. أتفق معاك جدا دكتور هبة، كل الشكر ليك دكتور هبة الصباحي، إلى أن ألتقي مجددا برضو ضروري يعني كما سبق والتقينا. شكرا ليك دكتور هبة الصباحي الخبير التربوي وعضو لجنة المرأة للجنة الشراكة الأورو متوسطية.